تسميه اعضاء لجنه الحكم من الساده الدكتور محمد خير احمد، الدكتور محمد طاهر حنان، الدكتور مصطفى مظهر رني، الدكتور احمد فؤاد حامد، الدكتور حيان حسن. اجتمعت اللجنه في تمام الساعه 12 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 12 اذار 2019 والمصادف 5 رجب 1440 هجري، وناقشت الطروحة التي قدمتها الطالب رفيق الحبيب وهي بعنوان صياغة الاحتمال الكلاسيكي وبعض التوزيعات الاحتمالية وفق منطق النتروسوفي وتأثير ذلك على اتخاذ القرار. وبعد أن خلت اللجنة إلى المزاولة قررت ما يلي: 1- تقترح اللجنة منح طالبة الدراسات العليا رفيق الحبيب درجة الدكتوراه في الإحصاء الرياضي بتقدير امتياز ومعدل قدره 93%.